قضية العصمة، كثير من الناس يظنون أن العصمة هي عصمة الأنبياء، يعني الاتصال بالوحي. الحقيقة عصمة الأئمة هي تطبيق لإرادة الله تعالى بأن يذهب الرجس عن آل البيت ويطهرهم تطهيرا. فهنا العصمة تدبير إلهي ووعد، وليس كما يخيل لبعضهم أن العصمة معنى ذلك أن الشيعة أو غيرهم يؤمنون باستمرار الوحي، ولكن هنا القضية تختلف. فضلا عن ذلك، الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم كان صعب بالذات، لكن من خلال الاعتداء على أسرته، اللعن، الشتم، التصفيات الجسدية، أوليس هذا ردة على الإسلام واعتداء على نبي الإسلام؟ هذا أمر واضح كل الوضوح، وينبغي أن نضع النقاط على الحروف.